فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، سناب شات وأخواتها، جميعها برامج صنعت لتواصل مع الآخرين بأيسر الطرق. لا ننكر أنها جعلت حياتنا أكثر سهولة من قبل، لكن ألا تلاحظون أن الأمر أصبح شخصياً أكثر؟ لا بأس بمشاركة أفكارك وبعض اللحظات الجميلة بين أصدقائك وعائلتك، إلا أن الأمر تعدى هذه المرحلة وصرنا نعرض معظم حياتنا الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، فتخرج فلان وزواج فلانة وحتى طلاقها. أبو أمجد بدأ العمل بمحطة المحروقات، وسعاد نشرت صورة لطفلها حديث الولادة. تواصلنا الحقيقي مع أصدقائنا وعائلاتنا يكاد يختفي، ومشاركتنا لشؤوننا الخاصة صار هو ما يوضع في المقام الأول. فبدلاً من الجلوس فعلياً مع الأصدقاء، نصور كل شيء حتى أدق التفاصيل، وما إن انتهى التصوير حتى يعود كل منهم لهاتفه، وكأن حياتنا أصبحت أسيرة هواتفنا. غير أن معظم ما نراه من ابتسامات وضحكات موجودة داخل مقاطع الفيديو والصور قد لا تكون حقيقية حتى، فالأولوية للقطة وليست للحظة. كما أن العديد من ناشطي هذه المواقع ومن نراهم بالعادة أمامنا سعداء يعانون في حياتهم الحقيقية من شتى أنواع القلق والاضطرابات النفسية، فهم يحاولون خلق الحياة المثالية أمامك، إلا أننا نعلم علم اليقين بزيف هذه الحقيقة. كلنا نعاني من مشاكل في منازلنا أو ضغوطات في العمل أو تقلبات مزاجية لا سبب لها. حياتك الشخصية هي ملكك أنت فقط، لنحاول قدر الإمكان أن نغتنم اللحظات الممتعة والجميلة. لا بأس بتوثيقها، لكن لا تدع الأمر يتحول إلى إدمان، لأنك إن دخلت لهذا العالم ستواجه صعوبة كبيرة في الخروج منه.